بسم الله الرحمن الرحيم سأريكم في هذا المقطع لماذا اعتمدت على برنامج الإكسل في سجل متابعتي لطالباتي بديلاً عن الوورد ، طبعاً الإكسل مخصص أصلاً للعمليات الحسابية ، لذلك يفضل استخدامه دائماً في احتساب أي درجات لما له من المزايا الرائعة التي تختصر علينا الوقت والجهد ، فهذا نموذج لسجل درجاتي للمقررات في المرحله الثانويه يشتمل على كشف حضور بالاشهر فهذا كشف حضور لشهر محرم مقسم بالاسابيع يتم احتساب الغياب بعذر والغياب بدون عذر بعد ان يتم احتسابه ستظهر النتيجه مباشره في ورقه عمل اخرى اذا هذه ورقه شهر محرم ثم صفر نلاحظ الطالبه بدون عذر يظهر لونها بالاحمر والطالبه بعذر يظهر باللون الأخضر، ربيع أول، ربيع ثاني، أخيراً كشف الحضور النهائي وهذا ما أستفيد منه في رصد درجات الحضور في نظام نور، فنجد هنا الخلاصة الطالبة اسمها، شهر محرم غيابها بعذر، كم وفي عدد الغياب بدون عذر لكل شهر، أخيراً مجموع الغياب بعذر، مجموع الغياب بدون عذر وهنا يتم احتساب الدرجة فما علي إلا رصدها مباشرة في نظام نور أيضا لدي ورقة عمل بالواجبات نلاحظ اسم الطالبة طبعا لأنهم مقررات فلدي خمس حصص في الأسبوع مما اضطرني إلى إعطائهم واجبات بشكل مكثف نلاحظ هنا التسلسل في التاريخ طبعا هو تسلسل تلقائي وأسماء الواجبات وأخيرا يتم احتساب المجموع الكلي ثم استطيع ان اقدر الدرجة واضعها في نظام نور، ايضا ملف الاعمال، طبعا ملف اعمالي كان على الون نوت، واكتفيت باعطائهم مهمات في الوحدات الاربع، في كل وحدة كان لدي مجموعة من المعايير، واحتاج الى احتساب مجموع هذه المعايير، واخيرا معدل المجاميع هو ما كنت ارصده في نظام نور، ايضا الاختبارات، طبعا لدي. اختبارات عديده فاضطرني الى ايجاد المعدل ثم رصده في نظام نور واخيرا هذا كشف المطابقه الذي نزلته من نظام نور مباشره فما علي الان الا رصده مره اخرى في نظام نور طبعا انا سبق لي ان نزلته فارغ والان استطيع رصده في نظام نور مره اخرى اذا ساتناول معكم في هذه السلسله ما استفدت منه حقيقة في برنامج الإكسل وجعلني أعتمده في سجل الدرجات أكثر من أي برنامج آخر أولا في برنامج الوورد لو وضعت ورقة لكل خانة من هذه الخانات الواجبات وملف الأعمال سيكون لدينا مستند طويل جدا ويكون من الصعوبة علي الوصول إلى أي خانة بسهولة ولكن في الإكسل نجد هنا انسيابية و تنقل ما بين أوراق العمل بكل سهولة. مثلا في الاختبارات أريد الآن أن أعرض للطالبات درجاتهم في الوحدة الرابعة فقط. الوحدة الرابعة فقط هذه. ولا أريد أن أعرض الجدول بأكمله فهنا ميزة جميلة حقيقة وهو تجميد العمود الأول. في ماذا يفيدني هذا التجميد؟ نلاحظ بعد الضغط على تجميد أستطيع الآن سحب الجدول إلى الخانة التي أريدها، إذا هذه هي الخانة التي أريدها أو العمود الذي أريده، الوحدة الرابعة فقط، أستطيع الآن استخدام أداة القصاصة لأنسخ العمود الأول فقط، أصبح لدي الآن هذا العمود، أستطيع الآن نسخه، ثم لصقه مباشرة في. التيمز أو في الواتساب أو أي وسيلة تواصل مع الطالبات لاطلاعهن على درجاتهن في الاختبار أتمنى من الله تعالى أن أكون قد وفقت في هذا الشرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته